مشوارك الاعلامي كقناه النادي الاهلي، وبتبدا كمان بتحسس خطواتك مع المشاهد وبتوصل له رساله ايجابيه، مفيش تعصب، لينا دور اجتماعي، لينا دور ثقافي، دور رياضي، كمان توطيد العلاقات بيننا وبين كل الانديه. دي حصلت، وده يعني حصلت مع كل الانديه مش الزمالك يعني بس. يعني في البيت الكبير لما الناس كانت اتفاجئت بان الكابتن حمدي نوح على الشاشه في سهرة، لأنه لو أنت تذكر، أكيد مش لو تذكر، أنا اللي ممكن أنسى، احنا طلعنا 3-4 شهور أسبوعي وجي رمضان، فأنا فوجئت بيقولوا لي هتقدم في رمضان يومي. يومي إيه ده؟ رمضان ده بيبقى دراما. فقالوا لي لا، الأهلي جمهوره حاجة تانية خالص. وفاكر الله يمسها بالخير برضه نال، قالت لي بص، في ناس في الأهلي يجيبوا الشاشة عليها احمر بس اقعد اتفرج عليها ان شاء الله ما فيهاش حاجه. يعني فاكر الرئيس لما كنا بنختم البرنامج، كان الفتره دي كان عدد البرامج كان قليل جدا اول ما كنا في شركه مسك، فكانت الشعار بتاع النادي، الناس لما كان بيفضل طاير في على الشاشه، أيوه. الناس كانت بتجيب شكل الشعار من بالليل بعد ما بنختم برنامج البيت الكبير لغايه تاني يوم الظهر لما يكون في الاعاده. حصلت، انا شفت الحكايه دي عند ناس كتير، ناس كتير يعني جدا. يعني كان في يعني احد اطباء الاسنان رايح لعمل اسناني، فلقيته سايب الشاشه كده، قلت له ده مفيش حاجه شغاله، مفيش حاجه شغاله، قال لي لا هي كده الاهلي، يعني نسر الاهلي طاير، مبسوط من كده يعني. طبعا يعني دي كانت، والشخصيات اللي جت كمان والمفاجآت اللي في الحلقات يعني انا ما انساش، الله يرحمه، معلش يعني، لان في ناس قمم اني ابقى قعدت قدامهم اعمل حوار في اي قناه على مستوى العالم ابقى فخور، زي مثلا اسامه قمر عكاشه، ودي كانت من الحلقات الرائعه، وانا اكتشفت يومها ان الاستاذ اسامه لاعب رياضه وعارف رياضه كويس وحافظ الاهلي عن ظهر قلب، وقعد قال معلومات في تاريخ النادي الاهلي انا كنت مذهول فيها. ساعه مستشار محمد صفاء عامر، السيناريست العظيم جدا، برضو كان اهلاوي جامد جدا، وكان من الحلقات طبعا او الاهلاويه بقى السيخ قوي عم احمد فؤاد نجم. عم احمد فؤاد نجم، وجالنا سجل الحلقه في رمضان الصبح حقيقي. يعني كان برضو من الناس وكلمنا بقى على النادي الاهلي، لو تفتكر الحلقه دي حاجه غير عاديه، وتقال شعر، ده كان بيرتجل شعري كمان واحنا بنشغلين على الحلقة. طول هو عم احمد تعصره يقعد ينزل شعر على طول، صح، يعني ده ما، وغير انه حلقه انسانيه، لكن علاقته بالاهلي انه من جمهور المدرجات في الدرجه الثالثه دائما ويحب يدوب في وسط الناس، وانه قال شعر احيانا في المدرجات، وقال لي على بعض القصايد ما اذكرش، طبعا دي حاجه. وكمان يمكن انا بتدفق دلوقتي يعني، مش ايوه يعني بدات افتكر الحلقه المذهله بالنسبه لي حتى عسكريا كانت حلقه الفريق اول عبد المحسن مرتج، ودي رحنا عملناها في بيته، دي كانت هايله، ده كانت ممتازه، وكانت في بيته، واسترجع ذكريات واتكلم في مواقف تاريخيه كمان جوه النادي الاهلي، ده حكايته مع النادي الاهلي يعني اللي خلاه يبقى رئيس النادي الاهلي واحد زملكاوي. يعني المشير عبد الحكيم عامر بيقول انا فوجئت انه قابلني في نادي الضباط في الزمالك، والمشير عامر كان زملكاوي متعصب جدا يعني، فبيقول ركبني معاه العربيه وجينا قدام النادي الاهلي، وقال لي على فكره النادي ده انت هتبقى رئيسه، قلت له رئيسه ايه؟ انا قول لي ايه علاقه بالاهلي ولا بالرياضه ولا المهم طبعا قصه هو حكاها قصه طويله قوي، وبقى رئيس النادي الاهلي واحد من رموز النادي الاهلي ومن عشاء النادي الاهلي، وبيكمل مشواره خالد بقى دلوقتي يعني. وحلقه اتسجلت للتاريخ، انا فاكر الحلقه دي، هو ما كانش بيوافق، ما كانش يعني. يعني الحلقه دي كانت للتاريخ يا استاذ نصر، هو لا كان اتكلم قبلها 10 15 سنه بالظبط، ولا اظن اتكلم بعدها الفريق عشان المرتجي، الله يرحمه، خالص يعني. وانا دي من الحاجات اللي انا بالنسبه لي بتسعدني، اللي هي الحاجات اللي وانتوا كنتوا بتشتغلوا بقى يعني، كنتوا بصراحه يعني بتعملوا جهد غير طبيعي يعني، حتى في الضيوف كمان، وانا عاده اعتقد انك بتبقى فاكر انا مزعج في الشغل بره الاستوديو، مزعج لان دايما قلقان يعني، دايما عايز حاجه غريبه، عايز حاجه جديده، عايز اذاكر. بس اتعلمنا منك وقتها ازاي نحضر مقدمه،
ازاي نربط المشاهد بالحلقه بمقدمه تتقال عشان يعرف مضمون الحلقه يبقى ايه، ويا سلام لو بتبدا معاه ببيت شعر عشان تشغل وجدانه بالحلقه قبل ما تبدا. لا كلها دروس تعلمنا منهج. لا العفو 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 يا استاذ نصر. لا يعني مثلا لو تفتكر من الحلقات الجميله وكانت في لحظه بالنسبه لها سميرة احمد، محدش كان يتخيل ان الاستاذه الفنانه، انا فوجئت لقيتها تقول لي ده انا اهلاويه جدا، قلت لها يعني هتشرفينا؟ فقالت لي هو الاهلي ناديلي وانا ما اروحش؟ معقوله؟ فطبعا دي الحلقات، وكان معاها الاستاذ صفوت غطاس وعمال يتابع كل حاجه، كان معاها في القناه جاي معاها في الكواليس وبيبص في الكنترول وبيتابع في الاضاءه، يعني برضو دي من الحلقات اللي الواحد في حلقات كتيره يعني. مش الفنان سعيد صالح؟ سعيد صالح طبعا، الله يرحمه عم سعيد. شوف احنا قلنا دي ثروه عند القناه طبعا، اكيد اكيد يعني الاسماء دي. سعيد صالح من الحلقات برضو اللي كانت ممتازه، واعتقد كان بيخرجها يومها كان برجاوي. ايوه كان برجاوي مظبوط صح. مظبوط. وعم سعيد الله يرحمه يعني كان جاي كمان لابس الكوفيه الحمراء. ايوه فاكر قال لك انا في الاهلي ازاي ما اجيش لابس يعني كنت البس تيشيرت الاهلي طيب ما كانش هيجي مقاسي، فقال لك البس الكوفيه الحمراء. قال لي انت قلت لي ساعه، احنا بقالنا قد ايه؟ قلت له ساعتين وربع. دخلنا في ساعتين وايه. دخلنا في ساعتين وايه. من الحكايات والقصص. وبرده الفنان احمد بدير ربنا يديله الصحه وطول العمر يعني، واحمد راتب برده ما كانوش بيتاخروا يعني كان احيانا لما نيجي نفكر في اسم احنا نقول زي ما بنقول بيج نيم كبير قوي، فتيجي تقول له قناه الاهلي ما تاخرش، واهلي او زمالك او اسماعيلي او حتى مصر يعني مسعد نور صح قطع المشوار ورجع في نفس اليوم من بورسعيد. من بورسعيد يعني، ودي ورئيس نادي الاسماعيلي كان ساعتها المهندس نصر ابو الحسن. ايوه ضيفنا. ايوه انت بقى شباب يعني تفتكر. لا يا ريس ازاي اكتر مني. بنحاول نسترجع من الحلقات الحلوه برضو اللي سجلناها كانت مانويل جوزيه. ودي عملناها في قلب النادي الاهلي في النادي نفسه. يعني انا خرجت بره الاستوديو ثلاث مرات، مره للفريق اول عبد المحسن مرتجي، ومره الكابتن محمود الخطيب، ومره لمانويل جوزيه. كابتن محمود الخطيب كانت حلقه استثنائيه لانها اتعملت على جزئين. مظبوط. جزء في الهرم وجزء في النادي. دي كانت برضو حلقه حتى لما اتذاعت ما اتذاعتش حلقه واحده، اتذاعت على جزئين، كانت حلقه فيها تاريخ جزئين او ثلاثه مش فاكر، لان كانت حلقه جايه مرتبطه بتوقيت يعني الكابتن ساعتها كان بعد 25 سنه الفرنس فوتبول لما اخترته كافضل لعيب في افريقيا. ايوه انت فاكره لانك طبعا الحلقات دي اصل انت اللي كنت طبخين التاريخ ده ما ينفعش ننساه، وذكريات وكواليس جميله يمكن جمهور النادي الاهلي يمكن بعد السنين دي كلها بيسمعها لاول مره لذكريات وحلقات اتعملت في فتره من 2008 ل 2009. في الارشيف سنتين. والفنانين النجوم يعني احنا كنا بنقدم دول، لكن مثلا قدمنا انيس بوجلبان الله يمسيه بالخير. قدمنا كل لعيبه النادي الاهلي او معظمهم يعني جم وكانوا نجوم وكانوا ضيوف واسر، كان اللعيبه واسرهم او زوجاتهم. يعني مثلا احمد حسن كان جاي هو واولاده الثلاثه كانوا بيلعبوا في الاستوديو. في الاستوديو كان منظر يعني اكتر من حد يعني مش واحد او اثنين او ثلاثه، وكلهم كانوا بيستغربوا وبيتدفقوا لان كنا نتكلم معاهم في سكه بعيده عن الكوره. يعني انا فاكر بركات استغرب ان انا قلت له انا عايز الحلقه ما مش انا اللي هقدمك، انت اللي هتقدمها. انت اللي هتقدمها. فقال لي يعني ازاي يعني؟ قلت له لا انت جرب. عملنا تيست واحنا واقفين في مدخل الاستوديو. وفعلا طبعا عملها بخفه الدم بركات طبعا يعني حاجه جميله. لما اتكلم في البورصه واتكلم في الخسائر الماليه بتاعت البورصه وازاي زقوا عليها وحاجات زي كده، كل شويه يعمل شاطر فيخسر وبعدين قرر ينسحب يعني. قرر ينسحب في الاخر. بركات طبعا من يعني هو على المستوى الانساني وعلى المستوى الكروي في معاه حاجه كبيره جدا، ومستوى الانساني يعني يتحب جدا جدا يعني، واضافه لخفه ظله وجديته. يعني هو جاد جدا ولا يكف طبعا عن المداعبات والهزار، فكان يعني وانا بتكلم معاه يقوم عامل حاجه الاقي نفسي بضحك فموقف
عن ان انا اسال. مظبوط. فهو يقعد يتكلم. جيت قلت له ما تضحكنيش كتير، انا بضحكك عشان انت ما بتتكلمش. هو كان بيعمل حلقه. هو ما كانش ضيف وهو كليم كمان يعني. بالظبط. وكان احمد حسن كده يعني من الناس اللي